أهلاً ومرحباً بكم أعزائي مشاهدي قناة الفود في أسواق اليوم. سجال حكومي نيابي حول تنفيذ قانون صندوق الأسرة. أسعار الذهب تعاود ارتفاعاتها في ظل توتر سياسي يخيم على المنطقة. وهل تعلم عزيزي المشاهد أن الاستقرار السياسي قد يكون سبباً في عدم الحرص الشديد على الادخار؟ أهلاً بكم مرة أخرى. مجموعة من القوانين أقرها المجلس المبطل على رأسها إسقاط فوائد القروض أو ما عرف بصندوق الأسرة، ولم تجد طريقها إلى النور حتى الآن، وصراع حكومي نيابي حول آلية تنفيذ القانون. تعثر حكومي واستعجال نيابي على طريق تنفيذ قانون صندوق الأسرة والذي أقره المجلس المبطل، ففيما يعمل عدد من النواب على ترتيب لعقد اجتماع موسع مع نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الشيخ سالم العبد العزيز لبحث الأمر، تتسرب الأنباء أن الحكومة حريصة على تطبيق قانون صندوق الأسرة وفقا للبنود المعتمدة بمعرفة السلطتين، إلا أن الشك يساور البعض نتيجة تأخير تنفيذه وتجاهله خلال إقرار الميزانية ومراسيم الحكومة الأخيرة. الطرف النيابي عقد العزم على وضع ملاحظاتهم بخصوص الصندوق الذي باشرت الحكومة العمل به منذ 3 شهور، واستقبلت المستفيدين منه وبانتظار انتهاء مدة استقبال الطلبات ليتم تنفيذه عبر وزارة العدل، إلا أن عددا من النواب طالب وزير المالية بالتدخل والإسراع في جعل البنوك تستقبل المواطنين الذين جدولوا قروضهم في المدة نفسها التي حددها القانون. الجانب الحكومي أبدى تعاونا مشروطا حيث أقر تنفيذ القانون متى ما ثبت أن القانون يتضمن من قام بجدولة دينه في الفترة نفسها التي حددها القانون وطبقا للائحة التنفيذية التي وضعتها من جانبها. بنود اللائحة التنفيذية أصبحت محل انتقاد نيابي، فعدد من النواب يوجهن أصابع الاتهام إلى الحكومة بتشويه القانون عن طريق تحريف بعض بنود اللائحة، حيث مجلس الأمة السابق أقر قانون صندوق الأسرة وحدد شرائح محددة من ضمنها من أعاد جدولة قروضه للاستفادة منه، وكان ذلك باتفاق فيما بين النواب وأعضاء الحكومة، فيما يدعي النواب أن إصرارا من قبل البنك المركزي والبنوك الأخرى على استبعاد هذه الشريحة من الاستفادة من هذا القانون وإصدار وزارة المالية اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون على نحو يخالف ما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي تنكره الحكومة بدورها. وحتى تنفيذ مشروع قانون الأسرة يستمر الصراع الحكومي النيابي على إقرار القانون، فيما يقبع المواطن بانتظار تدشينه والعمل به آملا في إنهاء معاناة بنكية استمرت ل10 سنوات. عضو مجلس الأمة الدكتور يوسف الزلزلة يرى أن تقصيرا حكوميا كبيرا عطل مسيرة قانون صندوق الأسرة وشوه بعض بنوده ما أفرغه من معناه، الأمر الذي يتطلب رقابة تشريعية واستعجالا في خروج القانون إلى النور بشكله الأصلي. صندوق الأسرة، القانون الخاص بصندوق الأسرة، كان قانون من أروع ما يمكن ولا زال طبعا، وقانون يشمل جميع من تضرر من البنوك. البنوك أضرت بالمقترضين إما بزيادة الفوائد، ونسبة الفوائد كانت نسبة غير طبيعية وكان هناك وضوح بأنها سرقت المواطنين. رقم 2 الذي عملته أنها يعني وضعت مجموعة من القيود على المواطنين حتى تعرقل حياتهم المالية. الحكومة عندما أتت ممثلة بالبنك المركزي وطلبت من البنك المركزي الالتزام، طبعا لازم البنك من البنوك عفوا، يجب على البنك المركزي ان يعطي تعليمات واضحه للبنوك كيف تتصرف. اولا يجب ان تستقبل كل المواطنين الذين كانت لهم قروض قبل الفتره 30/3/2008 على البنوك ان تستقبلهم. البنوك اصبحت تختار من تريد أن تستقبله ومن تريد لا تستقبله، وهذا ليس من شأن البنوك. على البنوك أن تستقبل كل من كان له قرض قبل 30/3/2008 سواء أغلق هذا القرض أو لا زال مستمر. لم تفعل. 2، على البنوك أن ترد كل الفوائد التي زادت عن 4% والتي أخذتها، أنا أقول سلبتها، من المواطنين. على البنوك أن ترجع كل هذه الزيارات التي أخذتها من الفوائد للمواطنين في حساباتهم، ولم تفعل البنوك. رقم 3،
على البنوك أن تستقبل كل من أعاد جدولة دينه أو قرضه بعد فترة 30/3/2008. كل من أعاد جدولة قرضه البنوك لا تستقبلهم، مع أن هذه المادة صريحة وواضح في المادة 2 من القانون، قانون صندوق الأسرة. على البنوك أن تقوم بكل هذا العمل بالمجان، لا تأخذ على المواطنين فلس أحمر واحد. الآن أي مواطن يذهب إلى البنك ويطلب من البنك أن يعني استمارة حتى يدخل في الصندوق، البنوك تأخذ عليه 5 دنانير، وهذا ليس من حق البنوك، مع أن المادة الرابعة من القانون واضح أن البنوك تتحمل ذلك على نفقته. واضح أن ليس هناك تطبيق، واضح أن القانون لم ينفذ كما وضع، واضح أيضا أن الحكومة لم تتحمل أن تقوم بتنفيذ هذا القانون على البنوك كما ينبغي. وأنا ذكرت هذا الكلام بالسابق وأكرره، سنستخدم أدواتنا الدستورية الآن. الطريقة الوحيدة الآن لإجبار الحكومة على أن تنفذ هذا القانون هو استخدام الأدوات الدستورية. أنا وجهت سلسلة من الأسئلة البرلمانية لوزير المالية ولسمو رئيس مجلس الوزراء أيضا، بانتظار الردود على هذه الأسئلة خلال الأسبوعين، وبعد الأسبوعين لها إذا رأيت بأن كل هذه الأجوبة لا قيمة لها سأذهب إلى الأداة التي بعدها وهي الاستجواب. سأستجوب ويعتمد، خل تأتيني الأجوبة ويعتمد من سأستجوب، الرئيس، رئيس الوزراء أو وزير المالية، لأن القضية هي قضية عدم تنفيذ قانون، والمساءل بتنفيذ هذه القوانين الحكومة، وعلى رأس الحكومة سمو رئيس مجلس الوزراء. فإذا وزيره لا يطبق القانون معناته هو شريك أيضا في عدم تنفيذ القانون، ولذلك سنتابع هذا الأمر. ولا يعنيني ما ورد في الإعلام مؤخرا أن هناك رغبة من بعض النواب للجلوس في اللجنة المالية ومناقشة الأمر مع وزير المالية، هذا ما يعنيني، لأن القانون موجود وخالص. القانون بس المطلوب تنفيذه كما ورد. الآن كيف هم النواب يبون يسمعون الوزير، يبون يسمعون الرئيس، يبون يسمعون محافظ البنك المركزي، هذا شأنهم، لكن أنا لا أحتاج أن أسمع لأحد، أنا أحتاج من الحكومة أن تنفذ هذا القانون كما ورد في مواده. يشهد أداء مؤشرات سوق الكويت الأوراق المالية مفاجآت عدة هوت بمؤشراته في أغلب أيام الأسبوع الماضي والجاري، بينما انسحب تبين الأداء على معظم جلسات الأسبوع. المزيد في التقرير التالي. تعاملات متقلبة وسيولة منخفضة، هذا هو حال سوق الكويت للأوراق المالية في ظل تباطؤ المستثمرين الرئيسيين عن تكوين مراكز استراتيجية. تقرير شركة الأولى للوساطة المالية ذكر أن الأسهم أظهرت في تعاملات الفترة الأخيرة متانة في بقائها فوق حاجز 8000 نقطة، إلا أنها بدأت منذ أسابيع تفقد قوتها الدافعة في تجاوز هذا المؤشر نحو مستويات معنوية جديدة مقابل حركة الأسواق المجاورة والتي تشهد نشاطا ملحوظا وسط تسجيلها مستويات جديدة منذ عام 2008. وأوضح التقرير أن غالبية الارتفاعات المحققة في تعاملات الأسبوع الماضي ليست سوى جني أرباح استمرت معها مؤشرات البورصة على أدائها المتذبذب تحت ضغط التحفظ الذي يقود المستثمرين الكبار تجاه سوق الأسهم منذ فترة. وكان واضحا في تعاملات الأسبوع الماضي استمرار قيادة الأسهم الصغيرة والمتوسطة لمسار السوق في ظل غياب تدخلات قوية من صناع السوق، فيما استقطبت شريحة الأسهم الثقيلة جزءا كبيرا من السيولة المتداولة الأسبوع الماضي، سواء لأسهم قطاع البنوك أو الاتصالات. في آخر أيام الأسبوع هوى مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية بخسائر تقترب من 3% في جلسة حمراء عاصفة تهاوت بها جميع الأسهم وانخفض معظمها معروضا بالحد الأدنى، وذلك تحت وطأة وضغط الاستغلال الذي مارسته بعض الصناديق والمحافظ المالية على السوق وصغار المتداولين تحت ذريعة التداعيات السياسية المتفجرة للأزمة السورية.
كما انخفض مؤشر كويت 15 حيث تراجعت أسعار معظم الأسهم التشغيلية على الرغم من الدعم النسبي للمحفظة الوطنية. ويرى المراقبون أن التجاهل الحكومي لدعم الاقتصاد وطمأنة المستثمرين والمتداولين أعطى الفرصة لكبار المضاربين للضغط على السوق بهذا الشكل المعيب، مشيرين إلى أن دقة طبول الحرب في سوريا لا تبرر سرعة انتقال أجوائها وتأثيراتها للساحة وللسوق الكويتي بهذا الشكل القياسي. استدعت حالة عدم الثقة بالوسائل الاستثمارية كالنفط والبورصة وغيرها شركات الاستثمار بالذهب إلى الواجهة. سبائك الكويتية أحد الشركات التي تخصصت في التداول من خلال عيار 24 فقط. في أعقاب عدد من الأزمات الاقتصادية في مختلف البورصات العالمية، وجد العديد من المؤسسات والشركات المحلية ضالتها في المعدن الأصفر كملاذ آمن. لما نتكلم على الذهب واستثمار الذهب، كان كل الناس بتفكر أن الذهب عبارة عن مشغول وحلي. مع الفترة الأخيرة والتذبذب ولقينا السيولة بتتوجه للذهب بكميات إحنا مش متوقعينها، فبدينا ايه هو العيار او ايه هو النوع من الذهب اللي ممكن ينفع استثمار بعيد عن الحلي المشغول، فطبعا هو عيار 24. سبائك الكويت المتخصصة احد الشركات العاملة في الذهب، حيث دشنت اعمالها في تجارة الذهب الخام خلال السوق المحلي باوزان تتراوح بين 10 الى 100 كيلوغرام. واقع الذهب واقع مقبول، اسم مقبول لدى الجميع، لكن كانت المشكلة ايه هي المنتجات الشخص العادي يشتريها، بكم يشتري، امتى يشتري، بعد عملية الشراء الخطوة التالية. العمليات الشرح او التوضيح ان احنا نشتري ذهب من عيار مثلا 24 بانواعه في 995 او 999 او 499 كلها منتجات متوفرة. كانت النصائح ان دايما تحب تشتري الذهب عالي العيار، تشتري الذهب في اوقات ما يكونش فيه واصل للقمة، تشتري الذهب بكميات او باموال زائدة عن ميزانية الأسرة. اقتصار تجارة الذهب على عيار 24 هو أول ما يميز الشركة، لما يتمتع به هذا العيار من تفوق لوجود عنصر الذهب بداخل تكوينه وانعدام تكاليف مصنعيته. القسم الثاني اللي احنا بنسعى فيه ان الفرد العادي يستغل الأموال، ان هو قسم الاستثمار. الاستثمار اللي هو ان كل فرد عادي يستطيع بأي مبلغ، انا مش بحدد ثمن القطعة، شوف المبلغ اللي عندك بنحسبه على سعر الجرام بتشتري بيه. فكان الموضوع في البداية صعب، لكن الحمد لله خلال فترة قصيرة لقينا ان الاقبال شديد، الناس حبا في الذهب والنتائج المحققة بالسرعة خلال السنوات الاخيرة جعلت الكل يتكلم على شراء الذهب، خصوصا انه استثمار امن. يتوقع دائما ان تعاود اسعار الذهب الارتفاع مجددا في ظل الحاجة الكبيرة للمعدن وتفوق الطلب على العرض، بالرغم من ازمة قبرص الاخيرة التي سببت تراجعا في اسعاره. أصبح الأمر الآن كيف نلبي هذه الطلبات؟ طلب كبير على السوق الكويتي، طلب كبير على الذهب. حاليا الحمد لله بنقول 60 أو 70% من الطلب بدأ نغطيه، والباقي من شركات يعني بنستورد من برا عشان نغطي باقي الطلبات. أصبحت أنشطة تجارة الذهب من الأمور الأساسية في كل الأسواق العالمية، حيث من المتوقع المزيد من الإقبال على المعدن الأصفر خلال السنوات المقبلة لانعدام حالة الثقة بالوسائل الاستثمارية الأخرى. بعد الفاصل، الكويت الأقل في توفير الفرص الوظيفية خليجياً. تعاني الثقافة العربية خاصة الخليجية افتقارا إلى ثقافة الادخار حتى أصبحت الأقل عالميا، إلا أن أسبابا عدة تحيط بهذا الوضع وتؤسس لها حققنا فيها خلال جولة أسواق.
تطرح أحيانا تساؤلات ذات أهمية فائقة حول اختلاف النمط الاستهلاكي بناء على تكوين البنية الثقافية والموروث أو مدى علاقة الدولة بالاقتصاد العالمي أو انفتاح المجتمع وانغلاقه عن العالم، وهذا أيضا ينطبق على الادخار النقيض الآخر وهو أيضا ثقافة وسلوك مستند عليها. نصيحة، شلون تنصح هالشباب أنه يوفرون مبلغ؟ يوفرون أنا مثل ما قلت لك، لا يلف ودور، لا يلف ودور ما يبي، يعني ما يشتري الحاجات الزايدة، ما يعني لازم هو يقتصد، إلى هو ما يقتصد على نفسه أو ما يصبر على نفسه، ما في واحد ثاني يصبر عليه. نحن نبي منك فلوس، يعني أنت يعني شون، أنا مالي، أنا أبي منك تعطيني. فهو لازم الإنسان يصبر على نفسه، يجمع مستقبل ماله وبيته، يعني يأمن مستقبله حق زواج ما زواج، سبحان الله. وهذا يعني في هالوضع، مثلا الوضع الاقتصادي الحين انه في ازمه اقتصاديه عويصه، شلون الواحد يقدر يتعامل مع هالوضع؟ صدقيني بالله، الانسان بيده، يقدر يصرف مليون، يقدر يصرف ولا شيء، يدخل الجمعيه اشياء بسيطه، ويقدر يترس الجمعيه حتى ياخذ 5-6 عربانات كله بالدرام. والله وكيلك بالدرام، بس لازم الإنسان يقتصد، إلا هو ما يقتصد ولا يصبر على نفسه، ما في واحد يصبر عليه. إذا ارتفعت نسبة الاستهلاك قلت نسبة الادخار، تلك حقيقة. وبما أن الاستهلاك مرتفع في الخليج فإن ادخارهم أقل من الشعوب الشرق الأسيوية، وبالتالي فإن نسبة النمو الاقتصادية سوف تكون أقل بكثير. من هذا المنطلق أصبح الادخار أقل مستوى بحيث لا يزيد عن 20%، بل ويصل في بعض الدول إلى دون 10%، مما يعني أن نسبة النمو الاقتصادية سوف تكون ضئيلة ولكنها مؤثرة، لأن الإنتاج ضخم جدا. والله هو بيكون في أكثر من طريقة للادخار من الراتب، يعني في الطبيعي بيكون الإنسان لازم يقسم راتبه ما بين الادخار ما بين المصروفات تسويق، فطبعا كل شخص بننصحه يعني بيكون افضل انه بيقدم، بيكون عنده جزء مدخر وجزء المصروفات والاستهلاكات، وده بيكون افضل طريقه لاي فرد. يعني بالنسبه كمان للاشخاص اللي هم مش تجار او الفئه اللي هي بتكون عامله بالقطاع الخاص او بالقطاع الحكومي، ده بيكون افضل لهم انه يكون عاملين نظام الادخار ليهم، يعني عكس التجار. والتجار بيكون ما فيش مشكله بالنسبه لهم انهم يدخروا او ما فيش ادخار، لان طبيعي بيكون في عائد او استثمار اكبر، يعني ما فيش مشكله. شلون يدعم؟ عند اي طريقه؟ والله بيكون في اكثر من طريقه للادخار، يعني بيكون في عن طريق انه بيدخر بالبنوك، بيدخر مع اشخاص او افراد بنظام الجمعيات او شيء، بيكون في اكثر من طريقه للادخار يعني، بس على حسب كل فرد وكل طريقه هو بيشوفها مناسبه بالنسبه له للادخار. بيبدا انه يدخر من راتبه جزء انه بيقدر بعد كده يعمل، يعني يكون في بالنسبه له هدف انه يعمل باي شيء من ادخاره لراتبه. الاستقرار السياسي والاجتماعي الطويل قد يكون سببا في عدم الحرص الشديد على الادخار، الذي هو ثقافة متوارثة للحفاظ على مستوى معين من السيطرة على الظروف المحيطة من تأثيرات تقلبات الزمن والبيئة، فالاثنان مستقران إلى حد كبير، ولا داعي إلى تحديد مستوى الاستهلاك، بل شاع أيضا أنه كلما زاد الاستهلاك كلما ازداد الإنتاج، لأن الطلب يخلقه، وبالتالي فإن الثروة والتقدم يأتيان من ارتفاع الاستهلاك، ولكن وإن كان هذا صحيح ولكن ليس بدون حدود. التوفير أول شيء لازم يكون خطة، يعني الحياة، يعني أول شيء يكون خطة، أول شيء مبنية على شكل ديني، يعني أول شيء يكون الإنسان دينيا يعني مو فلت يروح، لا، أول شيء الصيام وصلاة، هذا بذات الشباب من أول شيء، وتعليم كان تعليم ديني أو تعليم علمي، وثاني شيء عاد مرحلة العمل تبتدي، مرحلة العمل يحط خطة أساسية الراتبة ولا الشيء اللي حصله كان راتب أو غير راتب. تطالعنا العديد من البنوك كل يوم بعروض مغرية تدعو فيها جموع المواطنين إلى الادخار، ولكن يبدو أنها ليست مغرية بقدر القروض الطويلة والمتوسطة الأمد التي يمتد بعضها إلى أكثر من 15 عاماً، وللأسف إن هذا النمط من الحياة قد انطبع اجتماعياً على كثير من السلوكيات الملازمة للحياة المرفهة بعيداً عن الإحساس الحقيقي بالمسؤولية.
الظروف السياسية المتوترة تخيب على الأسواق، حيث يشهد المعدن الأصفر ارتفاعا في أسعاره، فيما تشهد العملة الأمريكية انخفاضا، وكذلك باقي العملات في وقت تشهد فيه أسعار النفط ارتفاعا حادا في أعقاب خسائر سابقة. التفاصيل مع المستشار رجب حامد. سيد رجب، تشهد أسعار الذهب ارتفاعا نسبيا، ما السبب وراء ذلك؟ كما توقعنا في الأسابيع الماضية أن هناك عدم استقرار سياسي، فبالتالي تنعكس عملية عدم الاستقرار السياسي على الأسواق وعلى البيانات الاقتصادية، وهذا ما حدث اليوم. وجدنا ارتفاع في أسعار الذهب والنفط واليورو مقابل انخفاض في الدولار. كل هذه العوامل كانت بسبب التوترات في المنطقة الاقتصادية، وشهدنا أن التأزيم في المنطقة العربية خصوصا في منطقة سوريا ومصر دفع الكثير إلى الاهتمام بأسعار أو بالسلع ذات الملاذات الأمنة. الذهب كان يعاني في الأسابيع الماضية أو في الشهور الماضية عموما، بداية من شهر يونيو الماضي عند أدنى مستوى 1180، اليوم نجد الذهب ارتفع فوق مستوى 1414، وهذا مستوى قياسي لم نشهده منذ 3 شهور. السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب نتيجة انخفاض العملة الخضراء الدولار، نتيجة الطلبات أو الطلبات العينية خصوصا من منطقة شرق آسيا على الذهب. الذهب عاود مرة أخرى البريق ليثبت للجميع أنه مهما اهتز لكن الذهب سيظل الملاذ الآمن وسلعة التحول. نعم، ما تفسيرك للخسائر المتوالية في أسعار النفط والعملات؟ اليوم وصل البرميل المستوى 112، وهذا لم نشهده منذ فترة طويلة. وبالمثل نجد أن اليورو تعافى مقابل الدولار، مستوى اليورو حاليا 1.33، نتوقع مستوى دعم عند مستوى 1.33، مستوى مقاومة أول 1.43، وهو مستوى متوقع خصوصا مع اقتراب بيانات اقتصادية نهاية هذا الأسبوع. البيانات الاقتصادية مع هذه المرحلة بجانب القرارات السياسية، سواء سوف تكون هناك ضربة حربية أو لم تكون، هذه سوف تؤثر بقوة على الدولار، وأي تأثير بالدولار بالطبع بينعكس على باقي الاستثمارات. نجد أن انخفاض قيمة السندات والأسهم المقاومة بالدولار يعود بالنفع على المنطقة الأوروبية، يعود بالنفع على دول شرق آسيا، وهذا ما لمسناه من خلال التحليل الاقتصادي للبيانات. المنطقة نجد أن هناك تجاذب أو إكثار من شراء المعادن الثمينة، إكثار من شراء النفط. النفط وصل إلى 112 دولار للبرميل، هذا مستوى مرتفع جدا. وبالمثل نجد أن الين الياباني حقق ارتفاعات كبيرة هذا الأسبوع، وصل إلى 98، ونتوقع مستوى 99 ين مقابل الدولار. نعم، شكرا جزيلا لك سيد رجب حامد. والآن إلى جولة اقتصادية نستعرض فيها أهم الأخبار الاقتصادية خلال الأسبوع. نشرت مجلة Arabian Business قائمة الدول الأكثر والأقل توفيرا للوظائف في المنطقة خلال الأشهر 12 الأخيرة، وقد جاءت مصر في المرتبة الأولى من حيث توفير الوظائف، إذ ارتفعت نسبة الفرص الوظيفية فيها بنسبة 27%، لتأتي بعدها كل من قطر ب 13% والسعودية ب 7% والبحرين 1%. وكانت الكويت من الدول التي شهدت انخفاضا في الفرص الوظيفية، كلا من الكويت وذلك بنسبة 19%. أصدرت إدارة الشؤون الاقتصادية والنفطية في كونا أمس عدداً جديداً من التقرير النفطي الدولي ربع السنوي، ويضم التقرير 3 فصول تهدف إلى إلقاء الضوء على آخر التطورات النفطية. وبحسب ما جاء في التقرير يتضح أن أسعار النفط عاودت تراجعها خلال الربع الثاني من العام الحالي، فوفقا للتقرير فقد انخفض سعر سلة خامة الأوبك وسعر تصدير الخام الكويتي خلال نفس الفترة من العام الماضي بمقدار 8.4 و8.6 دولارات على التوالي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع إنتاج دول المنظمة والإنتاج الكويتي بمقدار 320 ألف برميل يوميا و45 ألف برميل يوميا على التوالي. كما هي الحال في غالبية دول الخليج الأخرى، يتزامن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الكويت مع ارتفاع أسعار الغذاء العالمية، حيث تستورد الكويت معظم المواد الغذائية. وبحسب تقرير بيتك للأبحاث، فإن ارتفاع أسعار الغذاء العالمية يمر عبر سلسلة القيمة المحلية في الكويت،
مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم. وقد ظل تضخم المواد الغذائية مستقراً فوق حاجز 5% للشهر الثاني منذ يونيو 2013 بعد أن وصل إلى 6.3% على أساس سنوي عام مايو 2013. وبالإضافة إلى تأثير الزيادة في أسعار المواد الغذائية عالمياً، فعادة ما يكون هناك مزيد من الضغط على المواد الغذائية في شهر رمضان، ما يؤدي إلى زيادة في استهلاك بعض المواد الغذائية. أظهرت بيانات تقرير المالية السنوي لمعهد الدراسات المصرفية في الكويت عن بنوك مجلس التعاون الخليجي أن البنك الوطني القطري احتل المركز الأول من حيث حجم الأصول خلال العام الماضي، وذلك بقيمة أصول بلغت نحو 100 مليار دولار، بينما حل الأهلي التجاري السعودي في المرتبة الثانية بقيمة أصول بلغت نحو 92 مليار دولار، تلاه بنك الإمارات دبي الوطني في المرتبة الثالثة بإجمالي أصول بلغت 84 مليار دولار، فيما جاء رابعا بنك أبوظبي الوطني ب 81 مليار دولار وبنك الكويت الوطني خامسا ب 58.4 مليار دولار. قالت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن صلاحية تفويض الكونغرس الحكومة الأمريكية بالاقتراض ستنتهي في منتصف شهر أكتوبر المقبل، واضعا الحكومة في وضع خطير يتمثل في عدم القدرة على دفع مستحقات التأمينة الاجتماعية ورواتب العسكريين وتمويل العمليات الحكومية الأخرى. وقالت الصحيفة نقلا عن مصادر الحكومة الأمريكية أن هذا الوضع يجعل واشنطن على أعتاب أزمة جديدة تتعلق بالدور الذي تطلع به حكومة أوباما وحجم هذا الدور، والذي يعتبر أمرا متداولا على نطاق واسع في دهاليز السياسة الأمريكية. وصلنا أعزائي المشاهدين إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الاقتصادي أسواق، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة في حفظ الله ورعايته.